أولئك المقربون أين؟ في جنات النعيم. في جنات النعيم، جنة لا شيء إلا النعيم فيها، في جنات النعيم، جنة لا شيء إلا النعيم فيها، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. والمفسرين كلام طويل عريض فيها، ثلة، قيل ثلة من الأولين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقليل من الآخرين أي الذين جاءوا من بعد أقل من أولئك، على سرر موضونة، سرر موضونة مسبوكة بالذهب والحرير والفضة، على سرر موضونة مسبوكة ومتسقة، لم يسبكها سباك شرقي ولا غربي، بل هي جنة هيئت وزينت وجملت أحسن زينة وتجميل، حتى قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأخر الخاطر على رؤية العين وسمع البصر، لأن الخواطر إنما هي تركيب عما التقطته الأسماع والنواظر فقط، لا يمكن للخاطر أن يتخيل شيئا لم تره العين وتسمعه الأذن، بل حتى لو فقط مجرد أن لا تراه العين لا يمكن أن يتخيله الخاطر. كل شيء لم تقع عليه العين لا يمكن أن يتخيل. فربنا جل وعلا يقول: لم يرى ذلك النعيم راء، ولم يسمعه سامع، ولم يخطر على قلب بشر. فلو أنك صعدت خيالك وحاولت أن تتخيل نعيم الجنة فلن تبلغ عشر عشير معشاره، لا يمكن.